بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم الأربعاء 16/2021 ميلاديا تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة رقم 14 والبالغ قدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف أسيوط حتى الآن 54 طن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم 6 أكتوبر 2021 محافظة الإسكندرية وصلت السيارة رقم 18 محملة ب 4 طن لحوم أضاحي، عدد ما وصل محافظة الإسكندرية إلى الآن 64 طن. اليوم الأربعاء الموافق 6/2021 ومن مقر مديرية أوقاف الجيزة تم وصول 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعهم على المستحقين، وبذلك يبلغ ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 59 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. في يوم 6/2021 يصل إلينا في مديرية أوقاف الفيوم الدفعة رقم 17 من لحوم الأضاحي وقدرها 4 أطنان، ليكون إجمالي ما وصل إلينا في مديرية أوقاف الفيوم حتى تاريخه 60 طنا من اللحوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.